بنتكلم عن 3 اتفاقيات تم توقيعهم والاتفاق عليهم النهارده في مجلس الوزراء. بنتكلم ان الاتفاقيات دي في اكتر من قطاع ومجال، ري وكهرباء واسكان. ترى ماهيه وشكل الاتفاقيات ومدى اهميتها وهتضيف ايه؟ بالتاكيد الاتفاق الخاص بالري هو الحقيقه بروتوكول بين وزاره الري والموارد المائيه والبنك الزراعي المصري. طبعا نعلم جميعا انه احنا بحاجه دلوقتي الى انه يكون هناك وسيله تمويل وطنيه ومستدامه للمشروعات الزراعيه. المطلوب ان يكون في توسع في استخدام نظم الري الحديثه. طبعا هناك حاجه الى ترشيد الاستهلاك للمياه، هناك حاجه الى زياده الانتاجيه، تحسين جوده المنتج الزراعي، وبالتالي هذا البروتوكول بيحاول ان يوجد الاليات تعاون بين وزارة الري وبنك الزراعي المصري لتوفير كل هذا. ده دعم طبعا للمشروعات المائية بحيث ان تنمية الزراعة المستدامة عائد اقتصادي افضل للدولة، وطبعا ده بينعكس على الناتج القومي. طبعا توفير التمويل لتحديث منظومة الري، تعظيم الاستفادة من وحدات المياه، تلبية احتياجات القطاع الزراعي بالكامل. في جهود ل يعني نكون هناك تنمية اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع العام للمواطنين، وان يكون ده من خلال رفع كفاءة استخدامات المياه، الحفاظ على مصادرها، التوجه نحو تطبيق اساليب حديثة للري. حضرتك شايف ان جزئية ترشيد الاستهلاك في المية يعني ماشية كما تريد الدولة، تمام يعني تحت السيطرة ولا لسه شوية؟ لا الحقيقه انه لسه احنا دلوقتي احنا بنتكلم على انه ده توجه مطلوب ان احنا نروح في هذا الاتجاه، سواء في الاستهلاك المنزلي او الزراعي او القطاع الصناعي. لازم يكون في اساليب حديثه للري، بحيث ان احنا مش بس ان احنا نرشد كفايه استخدام الميه، ولكن ايضا نزود الانتاجيه وايضا نحسن من جوده المنتج الزراعي. يعني الحقيقه انه ده توجه في اكتر من بعض، لانه طبعا موضوع ترشيد استهلاك المياه موضوع مهم جدا، ولازم نعمل في الفتره القادمه في هذا يعني في هذا المسار بجديه.